مجموعه من الامور ومجموعه من الاحتمالات ومجموعه من الملاحظات هو انه يفتح واحد النقاش داخل الجماعه من اجل تقييم هادشي اللي كنقولوه ما فيها باس ونشوفوا باش نعالجوا واحد من المواد الاحتجاج لان السيد الرئيس هادشي اللي عم نقول لك السيد الرئيس مهم جدا وما كنظنش شي واحد يقدر يقول لك على كنقوله لك وتبعوا حيت السيد الرئيس ملي كنبقاو نشوفوا بعض المسائل اللي كيتهكموا علينا الناس فيها حنا نجلس في واحد المجموعه ديال الخطور واحد المجموعه ديال الكفاءات يعني كل الاخوان وكيبقاو واحد المجموعه ديال الامور تسيئوا لنا جميعا كنتالموا ملي كيلاحظوا علينا وما خصناش حنا تسجل علينا على داك الشيء كنقولوها لكم سيد الرئيس هل يعقل انه نجيو نبنيو البناءات ديالنا نجيو نبنيو البناءات ديالنا على معطيات خاطئه كنجيو كنقولوا دابا هذا كناش التحمل كنقولوا السيد الرئيس على المرسوم رقم بناء على المرسوم رقم 54 كذا كذا بسن نظام المحاسبه العموميه للجامعات ومؤسسات التعاون الوطني ومؤسسات التعاون الوطني اسمع من جهه السيد الرئيس يؤسفنا ثانيا كنبنيو على مراسيم ابروجي مابقاتش القانون 3089 مابقاتش جاء قانون 0739 محدد سيد الرئيس هاد فترة التحمل ماذا يعني في علاقتنا مع المعني بالامر اكس ولا ايكغيك ماذا يعني هل نحن امام شوف بحال قلنا قبيله مشروع تعديل كل التحملات المتعلق باستغلال المرافق العموميه اذا نحن امام المرافق العموميه التي تدبر بناء على القانون اما بطريقه التدبير المفروض او التدبير المباشر او الامتياز اذا هذه العلاقه اللي كتربطنا بالتسجيل ما هي اي اطار دفتر التحملات السيد الرئيس هو يحدد الشروط التقنية والإدارية لربط واحد العلاقة إذا شنو هي الصيغة القانونية اللي كتربطنا بهذا السيد راه لا يكفي دفتر التحملات ما كيربط هذا دفتر التحملات السيد الرئيس اللي كيدار هو كيدار صياغة عامة يسري على الجميع إذا إلا كنا أمام استغلال المرافق العمومية فاستغلال المرافق العمومية يتم في ثلاثة طرق إما مباشر إما الامتياز وإما تدبير المفوض كنجيو كنشيرو على السيد الرئيس المرسوم صفقات وفي نفس الوقت كنقولوا تدبير المرافق علما أن المادة الأولى من مرسوم متعلق بالصفقات تستثني التدبير المفوض من المقتضيات القانونيه اللي جاب بها المرسوم حنا امام ياش راه وقع لنا واحد الخلط خطير السيد الرئيس ثانيا ملي كنقولوا السيد الرئيس في الفصل الاول اللي عرفنا العدل ان موضوع كناش التحملات كذا كذا ويدخل ضمن هذه المرافق واجبات استعمال المتعلقه بالمراحل العمومية كائنة بالمنزل واجبات هل الواجبات مرافق سيد الرئيس ثانيا هذه 100 درهم اللي تحدث هنا من حددها من له الصلاح اللي في تحديد هذا المبلغ ديال 100 درهم لليوم في المقابلة شكون اللي كيحددها شكون هذا من له الصلاحية اللي عنده الصلاحيه هي لجنه التقييم حتى واحد عنده الصلاحيه يحدد واحد المبلغ خارج الضوابط القانونيه هاد السيد كيف استعطت له هاد السيد هذا اللي عنده هاد الاستغلال ديال ديك المرافق لانه حنا واش امام استغلال حيت انا ضد واحد المصطلح تيدا في القرارات لا وجود
كدير في الجامعه وخصها تنصحوا هذا الدرسوا الاخوان ديال الاداره وهذا ندرسوا هادشي هذا قرار الاستغلال ما كايناش في القانون قرار الاستغلال ما كايناش هذا الطير قرار الاستغلال ما كايناش طريقه الاستغلال اذا كان المرفق مرفق املاك جماعيه كان الاحتلال المؤقت باقامه بناء او بدون اقامه بناء او بالامتياز اذا كان مرافق عموميه تدبر بالطرق اللي فيها كيش قرار الاستغلال نهائي ولكن شي واحد دابا يقول لي انه قرار الاستغلال موجود يعطيه ما كاينش قرار الاستغلال هو الاستغلال هو طريقه الاستغلال ديال واحد المرفق هاد السيد شنو العلاقه اللي كترفض ما بين كيفاش تفوت له هذيك المرافق ما كناش تحملات كناش تحمل سبب خطا خطا حيت باش تحملات السيد الرئيس باش تفتح باش التحملات كيحدد شروط التقنيه كتكون عند ملتي معاه الا كانت مرافق عموميه المرافق العموميه لها طريقه التدبير ثلاثه اللي قلنا هنا اذا الا عملنا معاه عاد كنعملوا باش التحملات اللي كيكون عام كيحدد الشروط التقنيه والاداريه لنائب